السلام عليكم يا شباب، لعلكم بخير ان شاء الله. رجعنا لكم ببارت 2 من المحاضره الثانيه ميكانكس. طيب، في البارت ده هنتكلم عن الريجونال فاريبل اوف الفنتبرال ديسك سيكنس والميكانيزم بتاع الانترفيرتبرال ديسك واللود اللي نازل عليه وازاي بيتعامل معاه. تمام. طيب، اول حاجه هنبدا بالديسك سيكنس والريشيو والحاجات دي. الديسك سيكنس ده اللي هو سمك الديسك. طيب، سمك الديسك بيختلف من مكان للتاني في الفيرتبرال كولمن. طبعا انا عندي ثلاث مناطق في الفيرتبرال كولمن فيهم ديسك، اللي هم السيرفايكال والسوركس واللمبر. تمام. طيب، قال لك السيكنس من السيرفايكال لحد اللمبر بتزيد. يعني معناها ايه؟ يعني السيكنس اوف الديسك في السيرفايكال اقل حاجه، تقعد تزيد طول ما انت نازل على طول الفيرتبرال كولمن لحد ما توصل اللمبر سباين، بتلاقي السيكنس اوف الديسك اكبر حاجه. يعني انا عندي هنا ايه، ادي السيكنس اوف الديسك مثلا في السيرفايكال اهو، تنزل في السوركس يكبر شويه، في اللمبر بتلاقيه كبير خالص. تمام. ادي دي الفرق ما بين كل منطقه. طيب، في بعدين عندي مصطلح تاني اسمه الريشيو. الريشيو ديت اللي هي النسبه ما بين سمك الديسك في منطقه معينه والفيرتبر الموجوده فيها. يعني الريشيو الموجوده في السيرفايكال سباين اللي هي النسبه ما بين سمك الديسك في السيرفايكال سباين واللمبر الموجوده في السيرفايكال سباين. تمام. نفس الكلام في السوركس، نفس الكلام في اللمبر. طيب، قال لك لما جينا قسنا او قارنا او عملنا نسبه ما بين سمك الديسك في السيرفايكال سباين مع الفيرتبر بتاعته، لقينا ان النسبه اعلى حاجه موجوده في السيرفايكال واقل حاجه موجوده في مين، في السوركس، اما في اللمبر يعتبر متساويه. تمام. طيب، يعني معناها ايه الكلام ده؟ يعني انا جيت قست، طبعا الريشيو بحددها ما بين الديسك والفرتبري ازاي؟ ان انا بعمل علامه قسمه زي كده او نسبه، بحط حجم الديسك من فوق وحجم السيرفايكال من او حجم الفرتبرال بودي من تحت. تمام. طيب، يعني معناها الكلام ده ان انا كل ما يكون حجم الديسك اكبر من حجم الفرتبري هتكون الريشيو عاليه. تمام. والعكس صحيح، كل ما يكون حجم الفرتبري اعلى من حجم الديسك هتكون الريشيو قليله. تمام. تعال نوضحها برضو بالرسم، الرسم بيفهم. تمام. يعني انا عندي هنا السيرفايكال سباين، ادي حجم الفرتبري. تمام. اهو هتلاقي حجم الديسك كده تحته. تمام. يعني ادي الفرتبري وادي الديسك، شفت الفرق. تمام. هتنزل على السوركس هتلاقي ان حجم الفرتبري اكبر من حجم الديسك، هتنزل عند اللمبر هتلاقي ان حجم الفرتبري بيساوي حجم الديسك. تمام. عشان كده بيقول لك ان الريشيو اعلى حاجه موجوده في السيرفايكال واقل حاجه موجوده في السوركس، ومتساويه في مين، في اللمبر. تمام. بعدين هنا بيقول لك بعض العوامل اللي بتاثر على السيكنس بتاع الديسك اللي هو حجم الديسك، اللي هي مثلا الديجري اوف الكرفاتشر، اللود المنطقه، كل ما يكون المنطقه ديت اللود اللي واقع عليها اعلى كل ما يكون حجم الديسك اكبر، فيرتبرال بودي سايز، كل ما يكون الفيرتبرال بودي اعلى حاجه يعني الفيرتبرال بودي حجمه كبير، الديسك بيضطر ان هو يبقى حجمه كبير برضه. تمام. هيدروفيليك كاباسيتي، ان هو النيوكليوس بربوزس الموجوده بداخل الديسك بتتسع لحجم اكبر من الميه، كل ما يكون الكاباسيتي بتاعتها بتاعت الميه اكبر كل ما يكون حجم الديسك اكبر. تمام. في منهم الاربع ريزونز او الاربع اسباب اللي تسبب لي اختلاف في حجم الديسك على طول السباينال كولمن. تمام. طيب، السلايد اللي بعدها هنا برضو السلايد دي بتديني نفس الكلام اللي قلناه تفسيرا، يعني بيقول لك ان الديسك ارفع حاجه بيبقى موجود في السيرفايكال، وطول ما انت نازل بيعلى في الحجم بتاعه. تمام. زي ما قلنا لحد ما يوصل اكبر حاجه عندك اللي هي ايه، اللمبر. تمام. هنا في الجدول ده بيبين لي السيكنس وحاجه اسمها الريشيو. الريشيو ديت اللي هي بتاعت النيوكلس للانيولس فايبروسيس، دي مختلفه عن الريشيو بتاعت حجم الديسك لحجم الفيرتبري. تمام. الاثنين دول مختلفين. هنا عندي مثلا الديسك في السيرفايكال حجمه 3 مللي، في السوركس 5، في اللمبر 9، طول ما انت نازل بيعلى في الحجم. طيب، الريشيو ديت اللي هي بين النيوكلس والانيولس معناها ايه؟ الريشيو ما بين النيوكلس والانيولس يعني معناها عندك الديسك هنا الانيولس واخده قد ايه من الديسك والنيوكلس واخده قد ايه. في منطقه السيرفايكال النيوكلس واخده 2 على 5 من الديسك، و والانيولس واخده الباقي. تمام. في منطقه السوركس واخده من 1 على 5، في منطقه اللمبر واخده الثلث. تمام. فهمتوها. بعدين هنا ده هو نفسه موضحها، قال لك النيوكلس واخده 57% في منطقه السوركس، في منطقه السيرفايكال، في منطقه السوركس واخده 43%، في منطقه اللمبر 67%. تمام. ده الجزء الاخير ده اللي هو وضع
وضع النيوكلس في كل منطقة. طبعا النيوكلس بالباصص في منطقة السيرفايكال موجودة سنترال ناحية بوستيريور شوية، في منطقة السوركس موجودة ناحية بوستيريور، في منطقة اللامبر موجودة سنترد بوستيريور في المنتصف بس ناحية البوستيريور شوية. تمام، فهمناها الجدول البسيط ده. هندخل على السلايد اللي بعده. السلايد اللي بعده بيتكلم معايا عن الفانكشن بتاعت الانترفرتبرال ديسك. الفانكشن بتاعت الانترفرتبرال ديسك متمثل معايا في الاربع حاجات دول مهمين. تمام، الفلكسبيليتي. تمام، الفلكسبيليتي او الجمله اللي هو قايلها اللي هو بتسمح ان الفرتبري تروك باك وفورس. تروك باك وفورس يعني عندك مثلا فرتبري هنا وفرتبري هنا وبينهم ديسك، ان الفرتبري اللي فوق تروح وترجع كده، تطلع قدام ولورا يمين وشمال. تمام، فدي حاجه، ده المصطلح اللي اسمه روك باك اند فورس، تروح ذهابا وايابا. فده بتديلي او مصطلح يدل على الفلكسبيليتي. فالانترفرتبرال ديسك من الفانكشن بتاعته ان هو بيديلي فلكسبيليتي للسباين. Act as a bed and maintain the space between ال 24 movable vertebrae. زي ما احنا عارفين عندنا 23 vertebral disc، دول موجودين ما بين 24 vertebral body او 24 vertebrae. فال في الديسك ديت بتعمل كحاجه موجوده ما بين الفيرتبري ديت، بتسمح لها للحركه. تمام، بتعمل كشوك ابزوربشن، مصدر صدمات، بتديني سموشن او لو سموشن هي بتسمح بالحركه، ان هو اصلا جوينت فبالتالي بيسمح بالحركه. طيب الانتر في السايد دي بقى بيتكلم عليه، بيتكلم عن مدى الامتيازيه بتاعه الفانكشن، يعني امتى الفانكشن بتبقى كويسه خالص او بتبقى في اقصى حالاتها الفانكشن يعني الانترفيرتبرال ديسك بيأدي الفانكشن بتاعته بمثاليه ولا لا. طب الحاجات دي بتحدد من ايه؟ بتحدد من الاسباب الاربعه دول. لو النيوكليس كانت نير تو السنتر، الديسك هيدي الفانكشن بتاعته اوبتيماتلي، اوبتيماتلي يعني بمثاليه اكبر. يعني انا عندي ديسكين هنا، الديسك هنا وديسك هنا، ديسك السنتر بتاع النيوكليس بالبوسس بتاعته موجوده بوستيرور، وديسك النيوكليس بتاعته موجوده نير تو السنتر، فبالتالي الديسك النيوكليس بتاعته نير تو السنتر هيدي هيعمل فانكشن اوبتيمالي، اوبتيمالي يعني بامتياز اكتر. تمام، طيب الهاي اوف الديسك في النورمال بروتس، الارتفاع بتاع الديسك مطابق للمواصفات القياسيه. تمام، يعني معناها ايه؟ ان انا يبقى عندي الديسك في منطقه السيرفايكل اقل حاجه يبقى سن، ما ينفعش احط ديسك مثلا حجمه كبير، اجيب ديسك من اللي موجودين في اللمبر واحطه في السيرفايكل، ده مش هيشتغل خالص. تمام، كل ديسك في مكان ليه فانكشن معينه بيأدي الفانكشن بتاعته بامتيازيه على حسب المكان اللي موجود فيه. تمام، فليه هايت معين او سيكنس معين. طيب الانترفيرتبرال ديسك دايمنشن ار سيمتريكال، يعني ايه؟ يعني الدايمنشن دي اللي هي الارتفاعات او القياسات. تمام، بتبقى سيمتريكال، سيمتريكال يعني متساويه. يعني انا عندي ديسك اهو وديسك كده. تمام، فنعتبر ان ده حاله مرضيه طبعا اللي تحت، وده حاله نورمال. سيمتريكال يعني الارتفاع في كل مكان او القياسات او الدايمنشن في كل مكان متساويه. طيب لكن في الديسك اللي تحت لو جينا قسنا الدايمنشن بتلاقيها مختلفه خالص. تمام، بتبقى ايه؟ اسيمتريكال. تمام، اللي تحت ده اسيمتريكال، حاله باثولوجيكال ملناش دعوه بيها، واللي فوق نورمال سيمتريكال دايمنشن. تمام، فكل ما بيبقى سيمتريكال دايمنشن كل ما بيعمل الفانكشن بتاعته اوبتيمالي. طول هيدريتد طبعا بيبقى متشبع بالميه، وكل ما تبقى النيوكليس بالبص بتاعته متشبع بالميه اكتر هيستحمل معاك اكتر ويدي فانكشن بتاعته اكتر ويبقى اوبتيمال اكتر، ويبقى مدي ريزيستنس للستريس ومدي ريزيستنس للكمبريشن اكتر. تمام، السلايد اللي بعد كده بتتكلم معايا عن الميكانيكال بروبرايتس اللي هي الخصائص الميكانيكيه بتاعت الانترفيرتبرال ديسك. تمام، الانترفيرتبرال ديسك اول خاصيه فيه اللي هي الفيسكو الاستيك بيهافر. طب ايه الفيسكو الاستيك بيهافر؟ انا دلوقتي لما اجي اطبق كومبريشن فورس على السباينال كورد او السباينال كولمان، تمام، فبتنتقل عن طريق الديسك. تمام، طيب لما الديسك ده بيطبق عليه كومبريشن فورس بيقل في الحجم، يعني بدل ما هو حجمه كبير كده او سيكنس كبير بتلاقيه صغير كده. طب ايه اللي يخليه بيرجع تاني لما اللود ده يتحاش؟ اللي هي الفيسكو الاستيك بهافر. تمام، ما بيحصلهوش فيلير. تمام، طيب الكريب، في خاصيه تانيه اسمها الكريب. الكريب دي معناها ايه؟ ان انت دلوقتي لما تيجي تطبق كومبريشن على الديسك ده، الديسك ده ما بيحصلهوش ديفورميشن على طول، يعني ما بيصغرش في الحجم على طول، لا لازم الكمبريشن ده يقعد وقت لما انت ايه الديسك بتاعتك يحصل له ديفورميشن. وده المقصود بكريب، ان انت لما تيجي تطبق كومبريشن فورس مش من اول ما تنزل الكومبريشن فورس على الديسك يروح الديسك ايه يطلع الميه اللي جواه من النيوكليس بالبوسس ويصغر في الحجم، لا بياخد وقت بالطول مع الوقت، وبعدين يروح ايه يفضل الميه دي تتسرب شويه في شويه. فده هي خاصيه ايه الكريب. تمام، طيب بعدين عندي حاجه اسمها الديسك بولج. الديسك بولج دي واحده من الثلاثه باثولوجيكال ستيت اوف الانترفيرتبرال ديسك. تمام، اكتب عندك دول عشان مش موجودين
اول باثولوجيكال ستيت اللي هي الديسك بولج، تمام. الديسك بولج دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي ادي الديسك، تمام، وفي النيوكليوس والبوسس، وفي عندك الانيوس فايبروسس، تمام. معناها عندي ان الانيوس فايبروسس المقاومه ليها للكمبريشن اللي جاي من او الفورس اللي طالعه من النيوكليوس والبوسس قلت، فبالتالي هيحصل بولج للديسك ان هو يطلع من مكانه شويه. المسافه دي قد ايه؟ 2 ملم. لو زادت عن 2 ملم هيحصل ايه؟ هيحصل مشكله اكبر من كده، تمام. يبقى عندك الديسك بولش، ان عندك المقاومه بتاعت او الريزيستنس بتاعت الانيوس فيبروسس قلت للفورس اللي طالعه من النيوكليوس بالبوسس، تمام. طيب بما انها قلت فبالتالي هيحصل ديسك بولش بره الفيرتبرال بودي بمسافه 2 ملم، تمام، اقصى حاجه. طيب تاني باثولوجيكال ستيت اللي هي حاجه اسمها الديسك هرنيشن والديسك برولابس. الديسك هرنيشن معناها ايه؟ طبعا احنا عارفين ان اضعف جزء في الديسك اللي هي منطقه البوستيرو لاترال، تمام. يعني ده عندك النيوكليوس بالبوسس وهنا عندك الانيوس فيبروس. الانيوس فيبروس اضعف جزء فيها اللي هو ايه؟ البوستيرو لاترال. لما يجي البوستيرو لاترال ده يحصل فيه هرنيشن في تاء يتفتح، تمام، من يعني لما تيجي طبقت انت كومبرشن فورس من فوق فزادت الفورس عليها، تمام، فاتفتقت الحته اللي من ورا اللي هي البوستيرو لاترال، حصل فتق وما تحركتش النيوكليوس بالبوسس من مكانها، بيبقى اسمه ديسك هرنيشن. لا، النيوكليوس بالبوسس اتحركت من مكانها راحت ناحيه الفتاء ده بس ما طلعتش بره الديسك بالكامل، اسمها ديسك برولابس. طيب النيوكليوس بالبوسس طلعت من الفتاء ده وبقت تتحرك في السبينال كولمان، تمام، بسميها ديسك ميجانيشن، تمام، ديسك ميجيشن. الديسك ميجيشن دي الحاله الباثولوجيكال الثالثه. يبقى انا عندي ثلاثه باثولوجيكال ستيت اللي هي الديسك بولج، الديسك برولابس او ديسك هرنيشن، وعندك الديسك ميجيشن، تمام. نروح اللي بعدها، الانتر فيرتيبرال ديسك واللودنج، تمام. الانتر فيرتيبرال ديسك ولما تيجي تطبق عليه لود سواء كومبريشن او تنسايل فورس او تورشن وكل الامور دي. قال لك الاوتر ديسك، الاوتر ديسك ده المقصود بيه الانيوس فيبروسس، تمام. الانيوس فيبروسس بتحمل 25% من الكمبريشن فورس وال 75% بتحملها النيوكليوس فيبروسس. طيب ليه؟ قال لك ان الانيوس فيبروسس ديت مصممه اصلا او تصميمها او اتخلقت ان هي تستحمل التنشن فورس اكتر، اما النيوكليوس فيبروسس اتخلقت ان هي تستحمل الكمبريشن فورس اكتر، تمام. فهمنا ليه النيوكليوس بالبوسس بيستحمل 75% من اللود والانيوس فيبروسس بيستحمل 25% من اللود بتاع الكمبريشر؟ لان الانيوس فيبروسس مخلوقه عشان تستحمل التنشن اكتر من الكمبريشر، اما النيوكليوس مخلوقه عشان تستحمل الكمبريشر فورس اكتر من التنسايل فورس، تمام. هنا برضه بيتكلمنا عن ان الانيوس فيبروسس اقوى جزء فيها بيبقى انتيرور والسنتر، واضعف جزء فيها البوستيرو لاترال، وده اللي بيحصل فيه الهرنيشن، تمام. طيب قال لك ان النيوكليوس بالبوسس هي السبب في ال 6 ديجري اوف فريدم بتاعه السباين، تمام. طب لو فاكرين ايه هي ال 6 ديجري اوف فريدم بتاعه السباين؟ اللي هي كانوا عندنا 3 ترانسليشن و 3 روتيشن، تمام. 3 ترانسليشن اللي هم انتيرور وسوبيرور، انتيرور بوستيرور ترانسليشن وسوبيرور انفيرور ترانسليشن ولاترال وميدل ترانسليشن. اما الروتيشن اللي هم كانوا فليكشن واكستنشن وسايد بيندنج والروتيشن، تمام. الستة ديجري اوف فريدم دول مين المسؤول عنهم؟ مسؤول عنهم النيوكليوس بالبوسس، تمام. طيب هنا قال لك ايه؟ ان النيوكليوس بالبوسس ديت بتوزع الفورس بتاعتها، الفورس اللي لما تنزل على كومبريشن فورس، تمام. ودي وضحتها في بارت 1 بس كان التوضيح طفيف، تمام، ان احنا هتوسع فيها في الجزئيه ديت. قال لك ان النيوكليوس بالبوسس لما يقع عليها كومبريشن فورس من فوق بتوزع الكومبريشن فورس ديت هوريزونتال، هوريزونتال يعني توزعها في النواحي جنبها، تمام. طب جنبها مين اللي حواليها؟ مين اللي محوطها؟ اللي هي الانيوس فيبروسس. فالانيوس فيبروسس ديت بتعمل قوه مضاده او تعمل ريزيستنس للقوه اللي جالها من مين، او القوه اللي توزعت بواسطه النيوكليوس بالبوسس، تمام. قال لك الاماونت اوف الفورس اللي متوزعه ديت بتزيد امتى؟ بتزيد لما السباين يبقى فليكشن، وبرضه بتزيد اثناء لما تعمل ايه؟ ليفتنج، بتشيل حاجه، تمام. طيب هنا ده الميكانيزم اوف لود ترانسميشن، تمام. الميكانيزم بتاع نقل القوه او نقل اللود، تمام، الواقع على الديسك بيتنقل ازاي من النيوكليوس بالبوسز يروح على الانيوس فيبروسز والديسك اللي تحته وكذلك الامور. طيب اول حاجه قال لك انت واقف، تمام، وزن جسمك، معظم وزن جسمك بيبقى نازل على مين؟ على الانتر بادي جوينت او على الديسك عموما بمعنى اصح، تمام. يبقى 80% من وزن جسمك بيبقى نازل على الانتر بادي جوينت، و20% بيبقى شايله مين؟ شايلينه البستيرور اليمنت اللي هم زي الابوفيجر جوينت واللامينا، تمام.
طيب هنعرف ازاي بيتنقل اللود ده، تمام؟ طيب انا بس ايه عاوز اوضح لك اللود اكتر، الصور دي توضح لي اكتر، تمام؟ طيب انا عندي اللود زي الكمبريشن فورس، تمام؟ الكمبريشن فورس هنا عندها دي فيرتبري فوق وفيرتبري تحت، تمام؟ وادي عندي مين الديسك، وادي النيوكلس، وادي ايه الانيوس فابروس. بتنزل الكمبريشن فورس من فوق تنزل على اند بليت، الاند بليت تنقلها لمين؟ تنقلها للنيوكلس بالبوس. طيب النيوكلس بالبوسز تروح موزعها هوريزونتالي زي كده اهو، وزعتها هوريزونتالي. مين اللي مستنيها هوريزونتالي في الجوانب بتاعتها؟ الانيولوس فيبروس. الانيولوس فيبروس ما تسكتش، مش هتاخد الفورس كده وتطلعها على طول، لا هتعمل ريزيستنس. الريزيستنس دي تعمل ايه؟ الريزيستنس تروح تعاكس القوه اللي طالعه، تمام؟ فالقوه اللي حصل لها ديستريبيوشن ديت تحصل لها جمع مع الهيدروستاتيك بريشر، لو فاكرينه الهيدروستاتيك بريشر ده اللي هو موجود جوه مين؟ جوه النيوكليوس بالبوسس. فاتنين يتجمعوا مع بعض ويحصل لهم محصله قوى، ينزلوا على مين؟ على الفيرتيبري اللي تحت، على الديسك اللي تحت، ويحصل في الديسك اللي تحت نفس الكلام، واللي تحت واللي تحت، لحد ما القوه دي تنزل لتحت خالص، تمام؟ تاني نعيدوها، تمام؟ حصل عندي ايه؟ كومبريشن فورس على الديسك او على الفيرتبري، تمام؟ الفيرتبري زي ما احنا عارفين، على الديسك زي ما احنا عارفين في النيوكليوس بالبوسس. النيوكليوس بالبوسس دي فيها ايه؟ فيها بريشر اللي هو الهيدروستاتيك بريشر. طبعا انت عندك الكومبريشن فورس نزلت عن طريق الاند بليت راحت لمين؟ للنيوكليوس بالبوسس، وعندك هنا هيدروستاتيك بريشر، تمام؟ طيب النيوكليوس بالبوسس هتجمع البريشر اللي جالها من فوق مع الهيدروستاتيك بريشر اللي عندها، تحاول تفرغه على الجناب، تمام؟ او هوريزونتلي. مين هيستلقاها من على الجنب؟ اللي هي مين؟ اللي هي الانيولوس فيبروس. الانيولوس فيبروس هتعمل لي فورس مقاومه اللي هي هتبقى فورس للداخل، انسايد فورس، تمام؟ فالفورس اللي عملتها الانيولوس فيبروس وعكست بها القوة اللي طالعه لبره ديت هتتجمع كلها مع بعض، كلها يحصل لها محصله تروح تنزل على مين؟ على الديسك اللي تحته او الفيرتبر اللي تحته، والفيرتبر اللي تحته يحصل فيها نفس الكلام، تمام؟ وتنزل على الفيرتبر اللي تحتها، فاهمين؟ وكده وكذلك الامر لحد ما ايه الوزن بتاعك يوصل للارض، تمام؟ طيب في السلايد دي، تمام، بيتكلم معانا عن حاجه اسمها ووتر ديورونال فلونكيشن وزن الانترفيرتبرال ديسك. معناها ايه الووتر ديورونال دي؟ معناها ان الميه بتدخل وتطلع في خلال الديسك. طيب ده مرتبط بايه؟ دخول وخروج الميه في الديسك مرتبط باللود المحطوط عليه، يعني كل ما كان اللود اكبر محطوط على الديسك كل ما الميه بتلاقيها تتسرب لبره، كل ما اللود كان قليل مفيش لود اصلا بتلاقي الميه بتدخل لجوه. طيب زي مثلا بيقول لك هنا السباين لما بيبقى اللودد، اللودد معناها ان مفيش فورس عليه، حتى وزن جسمك مش موجود، اللي هو اثناء ما انت ايه عامل سباين على البيد، بتبقى النيوكليوس بالبوسس البريشر اللي جواها لو وتبقى مليانه بايه؟ بالووتر، تمام؟ طيب اما اثناء مثلا انت واقف، تمام، لما بتصحى بيبقى في لود اللي هو وزن الجسم، فتلاقي ايه المايه اتسربت شويه. طبعا بيقول لك دي برضو ايه بتؤدي لي الى فرق الطول زي اللي قلنا عليه، يعني لو جيت قست واحد الصبح، تمام، بتلاقي وزنه مثلا سي مثلا 170 سنتي، تمام، تيجي تقيسه اخر النهار بتلاقيه ايه؟ بتلاقيه 100 ومثلا اقل منها بسنتي يعني او سنتي ونص، تمام، يعني مثلا بتلاقيه 168 ونص مثلا، تمام. فدي بترجع لسبب ان الوتر بتدخل وتخرج. طبعا انت وانت واقف طول يومك بيبقى في الفورس مطبقه على الديسك، فبالتالي الميه بتخرج. فبيقول لك ان انت بتنقص 1% من طولك، اللي هو زي ما قلنا لو واحد متر 70 فبنقص زي تقريبا سنت ونص من طوله، تمام. دي اللي هي ايه الوتر درينيشن. طبعا اللي هو اهم حاجه ما فيها ان انت تعرفه ان خروج ودخول الميه مرتبط بالبريشر اللي محطوط على السباين او الكومبريشن فورس، تمام. هنا عندك الانترفيرتبرال ديسك نيوترينيشن. طيب في خاصيه تاني او فايده تاني لدخول وخروج الميه، الميه ديت، تمام، بتحمل لك النيوتريشن اللي هو الغذاء، بتوديه لمين؟ بتوديه النيوكليوس بالبوسس، تمام. طيب الغذاء ده بيجيني من مين؟ بيجيني من الاند بليت، تمام، لان هي فيها فاسكولار، تمام، او فيها ميتابوليك اكتيفيتي اكتر، تمام. والجزء الخارجي من الانيولوس فيبروس، الجزء الخارجي من الانيولوس فيبروس ده فيه برضو ايه فيسلز وبيحصل فيه ميتابوليك اكتيفيتي، فلما الميه بتطلع بره النيوكليوس بالبوسس، تمام، بتجيب النيوتريشن وبترجع تاني. دي فايده برضو من فوائد خروج ودخول الميه، تمام. هنا الاسينشال نيوتريشن زي الجلوكوز والاكسجين بيحصل لهم ديفيوجن بواسطه ايه؟ بواسطه الميه اللي ايه بتدخل وبتخرج،
تمام، لان عندك النيوكلس بالبص ما بيحصلش فيها ميتابوليزم، لكن عندك اللي هي الاند بليت بيحصل فيها ميتابوليزم، والجزء الخارجي من الانيولس او السوبرفيشال انيولس تمام بيحصل فيها برضو ايه، بيحصل فيها ميتابوليزم تمام، اللي هي سورس اوف ذس نيوتريشن بتيجي من البلاز فيزلز اللي موجوده في السوبرفيشال انيولس والفيرتبرال بودي او الاند بليت او في الفيرتبرال بودي تمام. طيب السلايد اللي بعد كده بتكلمني على الاستاسيتي. الاستاسيتي ديت برضو خاصيه من الخصائص اللي بتقول لك ليه الشخص بيبقى طويل في النهار وقصير اخر الليل تمام، يعني دي خاصيه متكرره معانا مش عارف ليه، بيقول لك للشخص يعني هو كلها ايه داخله في بعضيها تمام. فالاستاسيتي ديت تمام واحده من الخصائص اللي بتقول لي ان الفيرتيبرال ديسك بيقل طول اليوم مثلا، اللي هو بيبقى هاي الصبح كده بيحصل له دايمنشن طول ما انت ماشي طول اليوم بيقل مثلا بتلاقيه بيه كده تمام، ده نتيجه ان انت خرج عندك ميه وكذلك الامر فطول يقل، وتروح تنام وتصحى الصبح ترجع الميه تبقى تمتصها وترجع لطولك الطبيعي، ده برضه بتعبر عنه الاستاسيتي تمام. طيب النيوكليس بريشر during different activity. طيب النيوكليس بريشر اللي هو الضغط اللي موجود بداخل النيوكليس بالبوسس. طيب البريشر ده بيختلف على حسب انت واقف قاعد نايم شايل حاجه، شايل حاجه لقدام، شايل حاجه لورا، حط حاجه فوق راسك، شايل طفل تمام، البريشر ده بيختلف. طيب البريشر ده بيكون اقل حاجه زي ما قلنا ان انت لما بتبقى صباين على البيت بتاعك بتبقى نايم على السرير بيبقى مفيش يعتبر مفيش بريجر نازل على السباينال كورد او نازل على الديسك او النيوكليس بالبوسس، يبقى عندك البريشر اقل حاجه في حاله الريست في السوباين بوزيشن. طبعا بيزيد لما بتعمل فليكشن فورورد بندنج بيبقى عالي تمام، بيقل طبعا لما بتعمل اكستنشن، في حاله الاكستنشن بتلاقيه قليل تمام، في حاله الفليكشن بتلاقيه عالي تمام. طيب في رسمه هنا برضو انا عاوز اوصل لها بتوضح الموضوع ده، هنا برضو بيقول لك الديسك بريشر بيبقى اعلى حاجه لما بتمسك حاجه من قدام زي بندنج فورورد اللي هو الفليكشن تمام، لما بترفع حاجه مثلا وانت تاني الرجلين زي الناس اللي بتلعب ديد ليفت في بتوع كمال الاجسام بتلاقيه لما بيجي يرفع الوزن التقيل ما بيرفعهوش هو فرد ركبه او فرد الني، لا بتلاقيه بيعمل بند للني، بيعمل فليكشن في الني وبيرفع تمام عشان ما ياثرش على السباين، كده ممكن يجي له ديسك اصلا تمام. ان هو كده بيقول لك لما بتيجي تثني الني بتاعتك بتقلل البريشر اللي نازل على الديسك بتاع اللمبر تمام. نفس الكلام بيقول لك سيتنج ان فورورد شولدر، يعني ايه سيتنج ان فورورد شولدر تمام سلوشد تمام، ان انت بتقعد ومريح رامي جسمك لقدام، فبالتالي البريشر اللي نازل على اللمبر سباين او اللمبر ديسك تمام بتلاقيه عالي، غير لما تقعد وفارد ظهرك تمام بتلاقي البريشر اقل شويه. في السلايد دي يا شباب بيكلمني عن البايوميكانيكال رياكشن اوف الانترفيرتبرال ديسك تمام. طبعا زي ما احنا عارفين الانترفيرتبرال ديسك بيتعرض لفاريتي اوف لودز تمام، زي الكمبريشر والتنشن والتورشن والشير لودز دي بيتعرض لها مين الديسك. طيب قال لك برضو ان الديسك ده بيستحمل في حاله الستاتيك بوزيشن بيستحمل جريتر ذان ذا بودي ويت، بيستحمل اكتر من وزن الجسم، مع انك مش شايل حاجه وبتاع بس هو شايل اكتر من وزن جسمك. طيب ليه؟ طيب قال لك ان السيو جي سنتر اوف جرافيتي بيبقى موجود قدام انتيرور لمين؟ انتيرور للسباين تمام؟ فبالتالي جسمك لوحده بتلاقيه ايه؟ بتلاقيه بيحاول انه يميل لقدام تمام؟ طيب ايه اللي يقدر جسمك ان هو ما يميلش لقدام؟ المسلز اللي موجوده في الباك سباين تمام؟ الباك اوف سباين مسل بتعدل جسمك لورا تمام؟ فانت عندك اول حاجه الكمبريشن او اللود او البادي ويت ده بيبقى ايه؟ محطوط على مين؟ على الديسك، واتضافت عليه كومبريشر تانية او لود تانية بتاعت الورك اوف او الكونتراكشن اوف الماسل بتاعت الباك تمام. يبقى تاني نقول ليه الديسك بيحمل اكتر من البادي ويت في الحاله العاديه من غير اي ما تعمل حاجه، لان انت عندك السنتر اوف جرافيتي موجود انتيرور تمام للسباين، يعني ده السباين وادي السنتر اوف جرافيتي، فبالتالي بتلاقي جسمك بيتند او بي يعني هو كده طبيعته ان هو بيميل ان هو يميل لقدام تمام. فبالتالي انت عشان ما تميلش لقدام وتقع في عندك باك ماسل شغاله تمام تسندك، فبالتالي الكونتراكشن اوف الباك ماسل ده بيتضاف ك اكسترنال لود او يتضاف كاكسسيف لود على الديسك، فبالتالي الديسك في الحاله العاديه بيبقى شايل اكتر من وزن جسمك تمام. هي دي الحته اللي موجوده هو برضو بيوضحها، بيقول لك اثناء الدايناميك اكتيفيتي الفورس اللي مطبقه على فوق على الديسك بتلاقيها بتدبل، مع انك في حاله ان انت مش ضايف اكسترنال فورس اصلا تمام. البايوميكانيكال رياكشن اوف الانترفيرتبرال ديسك دي تكمله ليها، طبعا انت واقف
بيبقى الديسك الاقوى اللي مطبق عليه 100% انت وقاعد كاريكت. ده الاريكت سيتنج وده السلاش سيتنج. تمام، الاريكت سيتنج بيبقى 140%، السلاش بيبقى 190. شايفين الفرق؟ شايفين اللود، فرق اللود اللي نازل؟ طبعا في حاله الصباين اقل حاجه، تمام، 24%. الصوره دي تحفظها لان هي هتفيدك لما يجي لك مريض عنده انزلاق غضروفي او ديسك برولابس او ديسك بلج، كل ده هيفيدك عشان تقلل البريشر اللي واقع على الديسك. تمام، طبعا في حاله الصباين تمام بتلاقيها اقل حاجه، في حاله السايد لاينج اعلى شويه، في حاله الريكت بوزيشن او الريكت ستاندنج بتلاقيها قليل، اعلى منها السلاش ستاندنج. بعدين عندك الريكت سيتنج، السلاش سيتنج، ودي ان انت قاعد مسترخي. دي لما يبص احلى حاجه او اعلى خطوره بتبقى لما تشيل حاجه في انتيرور. تمام، شوف انت شايل ازاي ومن غير ما تعمل بند للني. تمام، شوف هنا لما عمل بند للني او فريكشن للني قلت الفورس نازله على الديسك ازاي. شوف هنا في حاله ان هو واقف بيه بس. تمام، احفظوها الصوره دي واحفظوا ان مثلا في الوضع ده بيبقى اعلى من الوضع ده. هنا برضو بيتكلم معايا على الرياكشن اوف الانترفيرتبرال ديسك، الاكزيال تنشن. تمام، الاكزيال تنشن ده بيحصل فيها ايه؟ الاكزيال تنشن معناها ان انت بتعمل ايه، ادي فيرتبري وادي فيرتبري بينها ديسك، فانت بتطبق فورس فوق فورس تحت، فانت بتعمل سيبريشن للاكزيال. تمام، طيب ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بيحصل لي فيرتبرال بودي سيبريشن، تبقى تنفصل عن بعض، وبما انها انفصلت عن بعض فقللت الفورس اللي وقع على مين؟ على الديسك، فالديسك حصل له سيكنس، كبر شويه، خد راحته. تمام، هنا برضو بيتكلم معايا بيقول لي ان التنسايل لود بريدوس بيرفنتيكال نورمال ستريس ذات ار ابزوربد باي الانيورال فيبروسس. يعني معناها ان التنسايل لود ديت بتعمل لي ستريس، والستريس دي بتمتصه مين؟ بتمتصه الانيورال فيبروسس. اللي احنا لو فاكر انت قال لك ان لما يعني كل الناس متكلمين من شويه بيقول لك الانيلس فيبروسس دي بتستحمل التنسايل فورس او التنشن فورس اكتر من الكمبريشن فورس، والنيوكليس فيبروسس بتستحمل الكمبريشن فورس اكتر من التنسايل فورس. عشان كده لما تيجي تطبق تنسايل فورس او اكزيال تنشن على الفيرتبرال كولمن، مين اللي بيمتص القوه ديت اكتر حاجه؟ اللي هو مين؟ الانيلس فيبروسس. تمام، طيب الاكزيال كومبريشن، الاكزيال كومبريشن اللي هي بتطبق كومبريشن فورس، مين اللي مختص بيها لو فاكرين؟ النيوكليس بالبوسس. تمام، طيب لما تيجي تطبق كومبريشن فورس، ادي عندك فيرتبري فيرتبري وبينهم الديسك، عملت كومبريشن فورس كده، فبالتالي بي ابروكسيميت البادي بيت ابروكسيميت الفيرتبرال بادي بيت ابروكسيميت قربت من بعض. الديسك بيحصل له فلاتند، بي مضغوط ما واخدش راحته، بي مضغوط فحصل له فلاتند اتفرد. تمام، النيوكليير بريشر انكريز عشان هي مختصص الكومبريشن فورس لو فاكرين، وقال لك الاند بليت ار سبجكتد جريت بريشر، الاند بليت برضه بيطبق او بقى فيها بريشر اعلى من العادي. طيب السلايد اللي بعد كده بيتكلم معايا على الاسيمتريكال فورس، ايه تاثير الاسيمتريكال فورس على الديسك. طيب احنا زي ما احنا عارفين معنى اسيمتريكال فورس ان انت عندك الديسك اهو، تمام، طبقت فورس على ناحيه من الناحيتين، يعني ما طبقتش فورس في النص فتوزعت، لا على ناحيه من الناحيتين. طيب بيحصل ايه لما تطبق ناحيه من الناحيتين؟ بيبقى الديسك بشكل ويدجت شيب. ويدجت شيب يعني معناها كده ان احنا مطبق عليها فيها كومبريشر والثانيه عاديه. تمام، طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل عشان انت ترجع الفورس ديت او ترجع البريشر اللي جواه كنورمالي، بتلاقي النيوكليس بالبوس اتحركت من هنا بقت هنا، بس ده اللي بيحصل. تمام، هو موضح هنا زي ما بقول زي ما قلت لك، الديسك لما تحط له لود يونيلاترال يعني ناحيه واحده بيبقى شكله ويدجت شيب. تمام، وبيبقى بلاتو فروم انجل. تمام، طيب ايه اللي بيحصل بعدين عشان يرجع لحالته الطبيعيه؟ زي ما قلت لك النيوكليس بالبوس بيتحرك من مركز القوه للاتجاه المعاكس. تمام، يعني هنا عندك الانيلس فيبرس بتبقى في الاوبوزيت تو الويت بيرنج، في الناحيه يعني اوبوزيت الناحيه اللي زي كده، ادي دي ناحيه الويت بيرنج اللي مطبق عليها الفورس، الناحيه الثانيه اللي هي الاوبوزيت للويت بيرنج بتلاقيها عملت ايه؟ بتلاقيها فيرتيكال ستريتشد يعني اتشدت لفوق وتحت. تمام، طيب والنيوكليس بالبوسس بتلاقيها اتحركت. تمام، حصل لها ترانسميتر لاترالي عشان تعمل لك ايه؟ تسبب لي او تهلب الديسك ان هو يترن تو النورمال شيب. تمام، ودي بسميها حاجه سيلف ستابلايزيشن فاكتور. تمام، عشان تبقى ايه؟ تحمي الديسك بتاعك من ان يحصل له فيلير. تمام، طيب هنا قال لك البندنج والتورشن ستريتش ابير مور دينجرس تو الاكسل لود، يعني لما بيحصل لك بندنج تمام او التورشن ستريتش تتحرك يمين وشمال بتبقى دينجرس او بتبقى اخطر، او بتبقى زي ما نقول ايه بتطبق فورس اكتر او كومبريشن اكتر او ستريس اكتر على الديسك اكتر من حالات الاكسل روتيشن او الاكسل روت. تمام،
طيب في الجزئية ديت بتكلم معايا عن التورشن والشير فورس، ايه لما بيحصل، ايه اللي بيحصل للديسك لما بيتطبق عليه تورشن وشير فورس. قال لك ان الديسك ده اصلا عنده ريزيستنس عالية للتورشن والشير فورس، تمام؟ طيب عشان كده بيقول لك من النادر ان انت تلاقي في الليكس بالبوسس حصل لها فيل او حصل لها فيلير نتيجة ان حصل فيه شير فورس، تمام؟ وهنا قال لك ان برضو ايه resistance to torsion offered essentially by disk، تمام، والفاسد جوينت، فعشان كده بيحصل لي equal propagation في اللومبر سباين، تمام. يبقى عندي لما تطبق torsion وشير فورس غالبا مش بيحصل حاجة للديسك، لان هو اصلا ايه بيحصله ايه او عنده high stiffness resistance للشير in a horizontal plane، تمام. فالنيوكلس بالبص مش هيحصل لها failure او مش هتتحرك يمين او شمال، تمام. طيب سلايد بعد كده، السلايد اللي بعد كده اللي هي ثانك يو، خلصنا المحاضرة الرخمة دي صراحة. أتمنى أكون أفدتكم، تكون استفدتوا يعني، وإن شاء الله أكون يعني وضحت الأمور بقدر ما أمكن، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.